مرحبا، كيفكم؟ اليوم حخبركم عن مستحضر سحري لأنه بيساعد على تطويل الرموش والشعر والحواجب. شو هو؟ كيب واتشنج لتعرفوا. في كتير بالسوق منتجات فينا نستعملها لنطول رموشنا أو نطول حواجبنا، بس أغلبهم بيحتوي على كيماويات وممكن يعملوا لنا حساسية. مشان هيك أنا دائما بنصح لمنطقة العيون دائما نعتمد منتجات تكون طبيعية ومعترف عليها. زيت الخروع معترف عليه من مئات السنين انه بيقوي بصلة الشعر وبيكثف نمو الشعر، لذلك بنصحكم تستعملوا زيت الخروع اذا حابين تحصلوا على رموش اطول وعلى حواجب اكثف. كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تطبقوا منه هيك نقطة على فرشاة ماسكارا نظيفة، شوي تحطوها بالعلبة هيك، لحظة، تحطوها شوي هيك وتمشطوا فيها كل يوم قبل ما تنام حواجبكم ورموشكم. هلا انا حاطه رموش اصطناعيه لانه عم تصور، بس انتم لازم تحطوه طبعا قبل ما تناموا لما ما يكون في ميك اب على وشكم، وتنتبهوا انكم تحطوه على جذور تبع الرمش لحتى تحصلوا على رموش اطول. تابعوا هالشي كل يوم بالليل قبل ما تناموا وراح تشوفوا كيف راح تحصلوا على رموش اكثف واغمق واطول. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على لوريا الشانل وفولو مي على انستغرام وسناب شات. باي.